السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والبداية من عنوان الحلقة. في عنواننا لهذا اليوم: استمرار الانتفاضة الشعبية في المحافظات العراقية، والقوات الحكومية والميليشيات المساندة لها تقمع المظاهرات وتعتدي على المتظاهرين بشتى الوسائل والضحايا بالعشرات. سنسلط الضوء في هذه الحلقة على المظاهرات الجارية الآن في العراق. تستمر المظاهرات في منطقة البرجسية في محافظة البصرة للأسبوع الثاني على التوالي، ومنددة بقمع السلطة وأمنها وميليشياتها. فلنشاهد. ننتقل إلى موضوع آخر، حيث اعتدت ميليشيات العصائب على المتظاهرين في محافظة النجف، وقامت بإطلاق النار وبشكل عشوائي على المتظاهرين السلميين في المدينة. هذا الموضوع أدى لوقوع ضحايا، وهو أمر طبيعي يقع ضحايا بسبب استخدام العنف المفرط من قبل الميليشيات. فنشاهد. لدينا سؤال نطرحه دائما في السابق، ونطرحه في الوقت الحاضر، وربما سنطرحه في المستقبل كذلك. عندما نشاهد هذه المقاطع التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، نحن كقناة فضائية أو كمواطن عادي يعيش في العراق أو خارج العراق، هل يعقل أن دول العالم، المجتمع الدولي، لا يشاهد هذه المقاطع عندما يتم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وتحدث حالات قتل وإصابة للمدنيين بشكل يعني دموي؟ هل يعقل أنهم لا يشاهدوا؟ طيب، إن كانوا قد شاهدوا هذه المقاطع، فلماذا لا يتدخلون من أجل إنقاذ العراقيين من محنتهم الحالية، إخراجهم من هذه المحنة وإنقاذهم من الوضع الذي يعيشون الآن بسبب سلطة تقمع بالمتظاهرين وميليشيات لا تأبه بأي قانون وبأي عرف دولي وبأي قانون إنساني، وتقوم بالقتل علنا في وضح النهار؟ سؤال يوجه. ننتقل إلى خبر آخر، حيث حدثت حالة اختناق بين المتظاهرين جراء إطلاق الغاز المسيل للدموع والقنابل الدخانية على المظاهرات في جنوب العراق. فنشاهد. نبقى مع مظاهرات العراق، حيث رفض المتظاهرون في قضايا أبو الخصيب بمحافظة البصرة اللقاء مع الوفد التفاوضي الذي أرسله قائم مقام القضاء. فنشاهد. اريد منكم اطلب منكم وقت 15 دقيقة. اسمعوا اسمعوا اخوان، انتم تبقون واقفين، انا اطلب منكم 15 دقيقة، انا راح ادخل اتكلم وياهم اشوف شنو اللي يقولوه وارجع ابلغكم. 15 دقيقة. يا ولد يا ولد، اسمع 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 يا ولد اسمع.
يتفاوض. اسمع، هالبال يطلع يتفاوض حتى الخمسانة محل، هالبال يطلع يتفاوض. اليوم نطالب، سمع شباب، اليوم نطالب من الشيخ. احنا واحنا كان الشيخ يوم طلعنا كل من يمثل نفسه، اليوم رئيس الشيخ ما يدخل داخل دافع. كما استمعتم مشاهدينا الكرام، هناك رفض شعبي للتفاوض مع السلطة طبعا بجميع جهاتها، إن كانت من قائم مقام أو من محافظ أو جهة أخرى، لأن الوعود التي أعطيت في السابق والوعود التي خدرت المجتمع العراقي لفترات زمنية لم تعد تجدي نفعا مع المتظاهرين الحاليين الغاضبين من وضع لم يعد يحتمل. نتابع مع حضراتكم الآن جانب من المظاهرات الشعبية أمام مبنى قائم مقامية قضاء أبو الخصيب في محافظة البصرة. هذا واحد من شعارات أطلقت كثيرا في هذه المظاهرات رفضا لشخصيات تتهم بالفساد، تتهم بالتسلط على رقاب المواطنين، تتهم بأنها شاركت بالجرائم التي ارتكبت في العراق كما يقول العراقيون. وبالتالي هناك رفض شعبي عارم لشخصيات كثيرة سميت بأسمائها في مظاهرات كثيرة، وهناك أشخاص أو أحزاب تطلق عليها الهجوم أو يطلق عليها الهجوم بشكل عام لأنهم لم يعودوا يحتملوا في العراق، كحزب الدعوة على سبيل المثال الذي هاجمه المتظاهرون بشكل كثيف نظرا لأنه هو الذي يعتبر المسيطر على العراق وعلى الحكم في العراق منذ الاحتلال وحتى هذه اللحظة. ننتقل إلى موضوع مهم للغاية أن ينتبه إليه المتظاهر العراقي وأن ينتبه إليه المواطن العراقي بشكل عام حتى إن لم يكن خرج في مظاهرات. الدرجات الوظيفية التي وعد بها حيدر العبادي لأهالي محافظة البصرة لتهدئة الوضع وتخدير المظاهرات. فوجئ مئات الشباب في محافظة البصرة بملفاتهم التي قدموها للحصول على الوظائف التي وعدت بها السلطة، تفاجأوا بأنها موجودة في حاويات النفايات. ننوه مشاهدينا الكرام إلى أن موظفي البلدية في محافظة البصرة كانوا قد تظاهروا أكثر من مرة في الوقت السابق مطالبين برواتبهم التي لم تصرف لهم. كما ننوه إلى أن حيدر العبادي كان قد تحدث في السابق عن إيقاف التعيينات بسبب فائض الحاجة للموظفين في دوائر الدولة في العراق. السؤال، كيف تطرح الدولة الآن 10,000 وظيفة؟ دعونا نشاهد. هاي الوادين حيدر العبادي سعد العيداني، هاي شغل المواطن بالزبالة شمروهن، هاي الفايلات بالزبالة شمروهن، هاي الفايلات وهاي الوادين، هاي شغل المواطن هاي بالزبالة شمروهن بالزبالة شمروهن، قاعد تطافر الوادين هاي بالزبالة شمروهن. أسعد العيداني بالزبالة شمروهن، هاي بالزبالة شمروهن شغل المواطن. خلي نشوف الوادم، خلي نشوف كله تقدير للشعب، خلي نشوف هاي بالزبالة شمروهن، خلي نشوف يا ولد عاد يخرب، يا ولد عاد يخرب، هاي بالزبالة، هي بالزبالة، هاي المعاملات راجل يا اخوي، تنظيم ماكو تنظيم، بالزبالة كلهم بالزبالة. بهذا المقطع مشاهدينا الكرام نطرح تساؤلين. التساؤل الأول، في الوقت الذي تعلن فيه السلطة في العراق أنها لديها فائض من الموظفين لم تعد تحتمل المزيد من التوظيفات والتعيينات، وبالتالي تم إيقاف هذا الموضوع من قبل حيدر العبادي، لماذا تخرج الآن هذه الكمية التي أعلنت عنها السلطة ب10,000 وظيفة لتطلق في الوقت الذي تخرج فيه المظاهرات؟ السؤال الثاني، لماذا يستمر بعض الشباب بتصديق هذه الوعود واللجوء
إلى السلطة لتقديم ملفات التعيين في الوقت الذي يعلمون علم اليقين أن السلطة التي لم تقدم لهم التعيينات على مدار 15 عاماً لن تفعلها في وقت قصير كهذا. الحلول الترقيعية قلنا وسنقول لن تجدي نفعاً في العراق. ننتقل إلى موضوع متعلق كذلك بالتعامل العنيف من قبل القوات الحكومية بالعراق مع المتظاهرين. القوات الحكومية قامت بتفرقة تظاهرة في منطقة قرمة علي شمال محافظة البصرة، وكذلك قامت بحرق خيام المعتصمين. فنشاهد. حرقوا الشادر. نبقى في هذا الملف حيث نتابع مع حضراتكم التعامل غير المبرر والقمعي من القوات الأمنية ضد المتظاهرين في محافظة البصرة وتحديدا قرب ديوان المحافظة. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، يعز بالقمع. لماذا لا تفهم السلطة في العراق أن العنف لا يولد سوى العنف؟ أي تعامل عنيف مع المتظاهر لن يجعله يتقهقر، بل ربما سيدفعه إلى مزيد من الغضب، إلى كره أكثر وحقد أكثر على هذه الحكومة وعلى قواتها الأمنية التي تنفذ القمع بيديها وبتعليمات وتوجيهات من السلطة. هذا المواطن الذي ظل يظلم 15 عاماً لن يتقهقر بسبب بعض العصي أو بعض الرصاص الذي يطلق. هذا الموضوع سيشعل فيه النار أكثر وسيستمر بهذه المظاهرات، ونتابع بأن رقعة التظاهرات تتسع في العراق ولا تنحسر. نبقى مع هذا الموضوع حيث تعرض متظاهرون لتعذيب وحلاقة أجزاء من شعر الرأس بعد اعتقالهم لأكثر من 3 ساعات من قبل قوات الرد السريع في منطقة البرجوسية بقضاء الزبير غرب محافظة البصرة. فلنشاهد. هاي الحكومة، هاي شركة النفوذ، هذول النفوذ. ثالث اولا هاي الاثار، هاي الاثار ما ضرب، هاي زينوه، وذول اصلا الجو كلهم مو عراقيين، والله مو عراقيين. يطرح العراقيون التساؤلات بهذا الصدد، إن كانت السلطة تتعامل مع متظاهرين قالوا بأنهم سلميين واعترف العالم بسلمية مظاهراتهم وهي تتعامل معهم بهذا القمع والعنف، فماذا إن كانوا حاملين للسلاح؟ ماذا إن كانوا حاملين للعصي؟ ما الذي كانت ستفعله بهم هذه السلطة؟ نتابع مع حضراتكم الآن مقتل المتظاهر محمد غدير آل شكر من مدينة النجف نتيجة التعذيب بعد اعتقاله من قبل ميليشيات الأحزاب
وتعذيبه حتى الموت بعد مشاركته بالمظاهرات. فنشاهد. كما لاحظتم مشاهدينا الكرام، هذا التعذيب الذي ترونه الآن يحدث في كل يوم في المعتقلات في العراق، ويحدث للمتظاهرين عندما يقولون كلا لهذه السلطة وكلا لمن جاء بهذه السلطة. يحدث في العراق لأن المواطن العراقي يقول كلا. هذا هو التعامل الذي نراه يوميا ويراه العراقي يوميا في العراق، إن كان قد اعترض على سياسة سلطوية أو ميليشياوية أو حزب معين أو جهة مرتبطة بهذه السلطة. هذا أو هذه الطريقة هي الطريقة التي تعرفها، الطريقة الوحيدة التي تعرفها هذه السلطة في العراق. لم نرى تعاونا، تفاهما، انفتاحا على المتظاهر. لم يرى المواطن العراقي هذا الأمر. السبب هو القمع المستمر والرفض المستمر للأصوات الرافضة والمعارضة لهذه السلطة. نتابع مع حضراتكم الآن جانب من قمع عناصر الميليشيات واعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين في محافظة النجف وكذلك محافظة البصرة. طبعا شوف هاي قدام الناس، هاي الاعتداءات اللي جاي تصير، هاي الاعتداءات اللي جاي تصير حاليا على المتظاهرين، هاي الاعتداء. نستمر بعرض هذه المقاطع حيث نعرض لحضراتكم الآن أيضا جانب آخر من قمع عناصر الميليشيات واعتداء القوات الحكومية على المتظاهرين. هاي احنا واقفين هنا. يا بي اسأل وقل لهم احنا واقفين هنا ما بسوي شيء. لماذا يطلق هذا الجندي شرطي كان أو أم جندي في الجيش، لماذا يطلق النار وهم عزل وهم سلميون يتحدثون معهم مجرد كلام؟ لم يعتدوا عليه، لم يضايقوه، هم مجرد واقفون في هذا المكان. لماذا يطلق الرصاص الحي لتفريقهم؟ ألا يعلم أن هذا الرصاص قد يصيب أحدا منهم يقوم بإصابته أو قتله؟ كم من حوادث حدثت بالعراق بسبب الرصاص العشوائي الذي يطلق والذي تروح ضحيته الكثير من الأرواح البريئة التي لا ذنب لها؟ التعامل بهذا الشكل لن يخلق تعاطفا ولن يخلق تعاونا مع القوات الحكومية، بل سيخلق المزيد من الغضب والكره والرفض لهذه العناصر التي تقف ضد الشعب الذي من المفترض أن تكون هي حامي، أن تكون هي الحامي لهذا المواطن وليست هي الطرف الذي يعتدي عليه. قام متظاهر بالتحدث مع أحد عناصر الأمن وقال له نحن سلميين وخرجنا بسبب الجوع والفقر، لكن كان رد الجندي أن أطلق النار عليه. فنشاهد. إيش قتلنا جوع، قتلنا جوع، نريد لنا شغوة ماكو. شوف شلون يضرب عليهم خطية باو. لك هذا ما خاف الله، هذه الله ما تخافه، الله ما تخافه، الله ما تخاف الله. كما لاحظتم مشاهدينا الكرام، أيضا نتابع مع حضراتكم الآن من أمام بوابة البرجوسية في قضاء الزبير بمحافظة البصرة، آلاف يتظاهرون مظاهرة سلمية، لكن تم دهس المتظاهرين بالهامرات
وإطلاق العيارات النارية بشكل عشوائي، تم إصابة العشرات من المواطنين بجروح بالغة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. الموضوع طبعا مرتبط ارتباط وثيق أكيد بقضية المظاهرات، لكن عن جانب آخر وهو جانب التخدير الذي تتبعه هذه السلطة. وعود تعيينات وزيفها وسياسة التخدير التي تتبعها السلطة في العراق أثارت غضب العراقيين أكثر من ذي قبل، وخرجوا بمجموعة من التعليقات التي نعرضها لحضراتكم الآن. في أول تعليق لدينا محمد السفير يقول: يا بتشذب التعيينات، احنا ما نريد تعيينات من الحكومه، لو لا نريد مشاريع، نريد فقط اسقاط الحكومه والاحزاب السفله بسبب دمار العراق من عندهم. ولدينا تعليق اخر، ابو رقيه يقول: والله العظيم كله كذب هذا الحكي، ما التعيينات هذا تخدير للشعب، الى شعب العراق. نطالب من الشعب مظاهرات واعتصامات في الشوارع، في شوارع العراق بالكامل كما يقول. أيضا في تعليق آخر، علي محمد يقول: هذا تخبط حكومي ودليل على فشل كل المسؤولين، كيف يعقل أن يتم التعيين بهذا الشكل المخزي؟ المفروض أن يتم إعطاء حصص الكل وزارة وتقوم هي بدورها، ويتم التعيين عن طريق النت وحسب الاختصاص. حكومة فاشلة. لدينا أيضا ضمن التعليقات حسين يقول، حسوني يقول: يجب أن يكون مطلبك أكبر من كهرباء، ماء، وظيفة، ليلتفت العالم لك، لأن هذه المطالب من حقوق الفرعية أو من الحقوق الفرعية، الحقوق الأساسية هي أكبر من ذلك بكثير. أمير يقول: أكذوبة التعيينات والضحك على شبابنا اليوم، تصريح لوزارة المالية تقول فيه: ليس من حق العبادي أن يصدر أي أمر تعيين لأن يخص الموازنة التي يصادق عليها مجلس النواب فقط. إذن هذا تضارب بين المؤسسات الحكومية. ولدينا تعليق آخر، رائد يقول: إن كان كما تزعم مجرد تخدير، فليعلم العبادي أن هذا فعل سيزيد الغضب ولا يستطيع إيقاف ردة الفعل. تحدثنا بهذا الموضوع قبل قليل مشاهدين الكرام. الشعب لم يعد تنطلي عليه هذه الأكاذيب أو هذه الأساليب المخدرة. الشعب وضحت له الصورة عندما رفض المشاركة بهذه الانتخابات، والنتيجة أثبتت كيف تعامل الشعب مع هذه السلطة. إذن الأمر واضح، لن يجدي نفعا قضية أن تتلاعب السلطة مرة أخرى بعقول الناس وتضحك عليهم. اكتشفوا الحقائق ولم يعد ينطلي عليهم هذا الموضوع، وسنراكم بعد قليل مع فقرة الهاشتاج. بفقرة الهاشتاج، مظاهرات العراق هو الوسم الذي انطلق عراقيا والذي تفاعل معه النشطاء بشكل كبير، ولكن نأتيكم بشيء بسيط فقط من هذه التغريدات. أحمد الكربلائي يقول: ما لم يكن مطلب المتظاهرين الأول هو تغيير الدستور وتغيير النظام السياسي، فإن هذه المظاهرات ستكون مثل غيرها ويظل الوضع على ما هو عليه بلا تغيير. في تغريدة أخرى، راما تقول: العراق عبارة عن بنك استولى عليه مجموعة من اللصوص، ليس لهم علاقة لا بالسياسة ولا بحكم ولا بإدارة دولة. وأيضا ضمن التغريدات، الشمر يقول: جنوب العراق خاصة والعراق عامة يعاني الحرمان والفقر والفاقة، وتصور مظاهرات تطالب بالكهرباء والماء والوظيفة وتجابه برصاص ميليشيات الأحزاب القذرة، وكذلك كلمات النفعيين الذين يعتشون على موائد الحكام. وفي آخر تغريدة لدينا، نغم تقول: الأحزاب تقول نحن مع المتظاهرين، بس أريد أعرف من الذي خرب البلد، الشعب أم الأحزاب؟ سؤال واضح، وجواب بالطبع سيكون واضحا للمجتمع العراقي. من الذي قام بتخريب هذا البلد؟ هل هو الحزب الذي قاد البلد ب15 عاما، أم أنه الشعب الذي رضي أن يقاد بحزب فاسد كما قال المواطن العراقي؟ مشاهدينا الكرام، نحن وصلنا إلى ختام حلقتنا. نشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.